رونالد، اليورو الرقمي هو ربما تعبير عن أزمة أوروبية اقتصادية أو تخوف من أزمة يمكن أن تقع فيها الاقتصادات الأوروبية بين شركات التكنولوجيا الأمريكية وشركات الدفع الصينية، فإذن بالتالي هي عملة تحوط في النهاية. أول شيء مساء الخير لك، مساء الخير لك المشاهدين. صراحة رح أنطلق من مطرح ما زميلكم بلش وإجا قال إنه هذا الموضوع ما في لهم احتمال تاني الاتحاد الاوروبي الا ما يمشي بهذا الموضوع، لانه شافوا التجربه اللي صارت بالحرب الروسيه الاوكرانيه وشراء النفط من روسيا، وموضوع انه ما كان في عندهم بديل لموضوع شراء النفط بسبب العقوبات وهيك. وهلا عم نيجي نشوف بموضوع اذا بدك العملات الرقميه، في عنا السيطره عم يكون فيها من امريكا ومن الصين، يعني حتى هلا بموضوع الشركات اللي بتشتغل بموضوع الكريدت كارد او باي بال ان كان بامريكا او بالشركات الصينيه، هن مسيطرين على كل شيء، ودول الاتحاد الاوروبي هن خارج هذا الموضوع. فكمالك هلا انه ما بقى عندهم ولا اي خيار الا يفوتوا بهذا الموضوع. مع العلم انا بتخيل الموضوع رح ياخذ بعد وقت اكثر، مش بس لاسباب تقنيه مثل ما ذكر زميلكم الكريم، كمان لاسباب قانونيه، لان بعد لحديت هلا ما في تشريعات وقوانين تقدر تنظم وتحط اطار قانوني لهول المواضيع وتحمي من اذا بدك التبعات القانونيه والتقنيه لها، وخاصه بموضوع الاختراقات الالكترونيه وغيرها. التبعات القانونيه ربما تحل سريعا، لكن الاجراءات الفعليه لاصدار هذه العمله والتعامل بها وسريانها حول العالم، هل سياخذ هذا كل هذا الوقت؟ انا برايي رح ياخذ وقت، لان كمان في النقطه الاساسيه موضوع الثقه بهذه العملات الرقميه اللي هي رح تكون فعليا مثل ما قال كمان الزميل منا عملات مشفره، هي عملات رقمية عم تصدرها البنوك، وهيدي البنوك اللي عم تصدر هيدي العملات عم تاخذ قيمتها من البنوك ومن اقتصاد الدول ومن اقتصاد الاتحاد الاوروبي، مش مقابل العملات المشفرة اللي فعليا ما في قيمة فعلية لها. بس بنفس الوقت كمان بدك تشوف، لانه في مخاوف كثير كبيره مثل ما حضرتك ذكرت، في اعتراض من فرنسا، لان اصلا عندهم العملات تبعولهم والدفع الالكتروني تبعولهم والدفع الرقمي تبعولهم اوريدي ماشي، سو ممكن يكون عندهم اعتراضات كثير كبيره. وكمان بدك تشوف قد ايه في العالم رح تروح ل هي تكون مقتنعه بهذا الموضوع، ودائما كل ما اشوف اي تغير بيكون في ريزيستنت تو تشينج، اي مقاومه التغيير له كبدايه، فبدك تشوف قد ايه في رح يكون تجاوب من المستخدمين لهذا النوع العمله. وفي نقطه اخيره كمان حضرتك ذكرتها، البنوك المركزيه عندها تخوف كثير كبير، لانه بس كون انت عندك عملات مطبوعه بتكون عم تتخزن بالمصارف المركزيه، بينما هذه العملات ممكن المستخدمين ما يكونوا بحاجه يخزنوها بالبنوك، يخزنوها بالمحافظ الديجيتال على الاونلاين او بالكولد وولت تبعولهم، وهذا ممكن يشكل اشكاليه كثير كبيره كمان للبنوك. لكن هذا هو المستقبل استاذ رولاند، يعني الفيرتشوال ماني او الاموال التخيليه هي المستقبل، وهنا في هذه الحاله اليورو الرقمي سيحمل نفس قيمه اليورو الورقي او المعدني، فبالتالي لا مشكله في مساله القيمه. صحيح مليار بالمية، نحن ما عم نيجي نقول في مشكلة بالقيمة، بس بنرجع بقول أي امبلمنتيشن أي تطبيق لموضوع اليورو الرقمي، وبدك تشوف الجهات، يعني إذا رح تقبل الصين يندفع لها باليورو الرقمي أو رح تقبل أمريكا يندفع لها باليورو الرقمي، بدك تشوف قيمة اليورو مقابل الدولار كيف رح تكون، هن رح يكون عم بيقولوا رح يكون في مضاربة بين اليورو وبين الدولار، رح يكون قيمته فعليا عم بيخدم من الدولار. وكمان بدك تشوف، لأنه هو كمان بده يكون ماشي على تقنية البلوك تشين، وبده يكون الترانزاكشن عم يصير على البلوك تشين، كمان هذا أكيد هو الفيوتشر وأكيد رح يصير، واتس ماتر اوف تايم، يعني هو بس موضوع وقت. بس بنرجع بنقول هذا الموضوع بده وقت كمان تياخذ الثقه تتبلش العالم تتداول فيه. لكنها خطوه مهمه لاوروبا استاذ رولاند، يعني كل العملات الاجنبيه الرقميه التي تستخدمها اوروبا تقع خارج القاره الاوروبيه، وفي هذا مشكله او قد تكون وسيله ضغط مستقبلا على اليورو. مليار بالمية الحديث عم تقوله حضرتك، وهذا الموضوع هو المستقبل تبول الاتحاد الاوروبي، ورح نشوف قريبا كل الدول مش بس الاتحاد الاوروبي، رح نشوف البرازيل رح تبلش تشتغل على العمله الرقميه تبولها، استراليا وكندا رح يبلشوا يشتغلوا على العملات الرقميه، هو المستقبل كله رايحين للعملات الرقميه، وانا برايي خطوه كثير مهمه للاتحاد من روسيا. استاذ رونالد، يعني هناك تكتلات اقتصادية قادمة كالبريكس مثلا تتحدث أنها ستصدر عملة موحدة في المستقبل القريب، هل تعتقد أنه في سياق التسابق نحو إصدار عملات رقمية ستبدأ البريكس بعملة رقمية، أو قد يكون هذا أسهل لها في التطبيق؟ انا برجع بقول ما في ولا اي دوله بالعالم كان كبريطانيا او باي دول يعني بالاتحاد الاوروبي او دول خارج الاتحاد الاوروبي ما بقى عندهم ولا اي خيار الا يروحوا بهذا الاتجاه. وبنرجع بس نرجع نوضح للعالم، عم نحكي عن العملات الرقميه، هن العملات يلي بتصدرها الدول التابعه للبنك المركزي، العملات مرتبطه باقتصاد، مرتبطه بذهب، مرتبطه بسياسه، مرتبطه بعده عوامل، قيمتها رح تضل فيها مثل العمله الورقيه.
كل الدول رايحة بهذا الاتجاه على عكس العملات المشفرة. وأنا برأيي العملات الرقمية هلأ مع التوسع تبولا رح تأثر بشكل كتير سلبي على العملات المشفرة وتخليها تفقد قيمتها، لأنه برجع بقول منا مرتبطة العملات المشفرة ولا أي اقتصاد، مرتبطة بس بمضاربات بين بيسمون الحيطان العملات المشفرة. فالأكيد لحضرتك قلته الكل رح يكون جزء من هذا التحول الرقمي بموضوع الانتقال للعملات الرقمية. طب في هذه الحالة العملة الرقمية كاليورو الرقمي مثلا حين إصداره هل يكتسب نفس نمو قيمة العملة الورقية أو المعدنية؟ يعني يسير في نفس السياق إذا كان اليورو يساوي كذا دولار فالعملة الرقمية أصلا أساسا ستساوي نفس القيمة بالدولار مثلا؟ 100% الفرق الوحيد بين اليورو الرقمي واليورو الورقي هذا انه هذا مطبوع وهذا رقمي، بس من قيمته الفعليه ومن ناحيه اصداره، يعني هن بدل ما يكون مثلا عم يصدروا ويطبعوا ورق رح يكونوا عم يصدروا ديجيتال. بالنسبه للدولار الرقمي رح يكون بيساوي الدولار المطبوع، اليورو الرقمي رح يكون بيساوي اليورو المطبوع، قيمته لا بتقل ولا بتنقص، وهذا اللي بيعطيه مصداقيه وهذا اللي بيعطيه قيمه. طيب بالتالي الكتل الاقتصاديه او الدول التي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة هل عليها أن تغير أيضا أنظمتها المصرفية أو أنظمتها في التبادل لكي تستطيع التعامل بيورو رقمي وهو قد يكون مستجد على بعض الدول؟ أكيد، وهذا كنا عم نحكي كل أنظمة المصارف بدها تعمل أبديت وأبجريد للسيستمز تبعولها. كل مش عبول سددت على موضوع القوانين، لأنه حتى بالقوانين نحن كلنا بنعرف هلأ قوانين تبييض الأموال والماني لاوندري وكل هول التفاصيل اللي أوريدي أصلا هلأ موجودين وبعد في مخالفات عليهم. هول كل القوانين بدها تتعدل، وحتى بدهم وقت العالم تيستوعبوا القوانين الجديدة، تيستوعبوا شو المخالف للقوانين، لأنه كل بروسس كل البروسيجرز بموضوع العملات الرقمية بيختلف عن التعامل بالعملات الورقية. فهن البنوك مفروض تغير الأنظمة تبعولها والسيستم تتعمل أدابتيشن مع موضوع التحول للعملات الرقمية، وبنفس الوقت القوانين كلها بالدول بدها تتغير، لأنه التعامل بالعملات الرقمية وموضوع التداول تبعولها وسرعة تحويلاتها وكل شيء رح يكون مختلف كليا. الأستاذ رونالد أبي نجم استشاري التكنولوجيا والمعلومات والتحول الرقمي، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا.